سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة رائعة بهذه من هذه الخضرة، أي باذنجان. هذه الوصفة تزيل الثلال. الطريقة تاعو باش تستعملوها، لما تكون عندك يكون عندكم الثلال، تأخذي حبة تاع باذنجان تقطعيها من تاخذي غير كما نقولوا احنا هذا الراس تاعها برك، تاخذيه وتفركي به البلايص اللي فيهم الثلال يوميا، وراح تلاحظي النتيجة رائعة. داومي عليها خاصة عندهم الثلال، سواء لأولادكم، أزواجكم، خاوتكم. هذه الوصفة مجربة وفعالة، على هذه حبيت نشاركها معاكم، بصو كاينين اللي يعانيو من الثلال في اليدين او الرجلين ولا اي مكان فيه الثلال. تاخذي هذا الراس تاع خضره باذنجان وتحكي بها المكان هذاك اللي فيه الثلال يوميا. نتمنى تجربوها وتعطيكم نتيجه كيما لقيناها احنا. وما في الاخير، سلام.